يو جيموس، السلام عليكم. فيديو جديد مع الكينج اوف ذا رينج. فيديو اليوم باش نحكوا فيه على احسن جيمنج بي سي للجيمنج والستريمينج وبسعر تقريبا 1500 دينار. ليتس جو. ما تنسوش كالعاده لايك شير سبسكرايب لاي تسألات في مجال الهاردوير جيمنج فيسبوك انستغرام تيك توك في الديسكريبسيون. عملوا لايك كل نهار سبت ولا احد نجاوبوا فيه على الاسئله نتاعكم اللي عندها برشا اسئله جيست يحضر اللايف. وبدايه مع ارخص بي سي في الفئه السعريه هذه واحسنهم قيمه مقابل سعر في سيت الاكسبيرت، نحصلوا معالج الرايزن 5 5500، 6 انويه، 12 مسار، بتيربول 4.2 جيجا هرتز، معالج ممتاز في الجيمنج وفي الملتي تاسكينج، في الايديتنج، فوتوشوب، مونتاج، في الستريمينج، بروسيسور تحفون، مع كارت جي تي اكس 1660 سوبر، كارت ممتاز، نسخة الفينتوس من MSI، وبورس بلاي 580 بلس برونز، مادر بورد ايسس اي 520 ام كا، مادر بورد تأدي الغرض جوها باهي، 16 جيجا رام دوال شانل، امورنا تمام تمام، فريكونس 3200 ميجا هرتز، اس اس دي 512 جيجا من باتريوت، تحفون، تحط عليه الويندوز، تحط عليه الجيم اللي تلعبهم اونلاين كيما فالو كود وارزون. ليسونسيال تحفون كبدايه خير من اللي يكون بي سي فيه 240 جيجا اللي هي ستاندر موجوده في اغلب الجيمنج بي سي. ونمر الخيار اللي بعدها من سيت سكاي ميل، عندنا في نفس الفئه السعريه تقريبا من سعر 1569 دينار باش نحصلوا معالج الاي 5 10400 اف، 6 انويه، 12 مسار، تيربول 4.3 جيجا هرتز، مع كارت جي تي اكس 1660 تي اي، و 16 جيجا رام دوال شانل نورمالمون، بفريكونس 3200 ميجا هرتز من سيليكون باور، و مادر بورد جيجا بايت هاش 410 ام اتش في 2، اس اس دي 480 جيجا ستام من ام اس اي، سبوتيوم، بواتي الاكيريس، بواتي ديزاين تاعها سامبل، تجي فيها مروحه ار جي بي من تالي، بواتي مقبوله كبدايه، كارت جي تي اكس 1660 تي اي الاركتيك اللي هي براند دخلت السوق العام هذا، ماهيش ما عندهاش برشا، دخلت عن طريق ميجا بي سي، ما سمعناش عليها حاجه خايبه. ليسونسيال باور سبلاي 550 وات سيرتيفي 80 بلس برونز من ازا. الخيار الثالث معنا من سيت تينيزيانات في نفس الفئه السعريه بسعر 1569 دينار باش نحصلوا معالج الاي 5 10400 اف، 6 انويه، 12 مسار، تيربول 4.3 جيجا هرتز، كعبتين رام بسعه 8 جيجا بفريكونس 3600 ميجا هرتز من باتريوت، و 512 جيجا اس اس دي من تيم جروب ساتا اس اس دي، وكارت جرافيك الايسوس توف جيمنج 1660 تي اي او سي، مادر بورد الازروك سي ام ال اتش دي في ام دوت، بواد داليمونتاسيون ام اس اي ماج 500 وات سيرتيفي 80 بلس ستاندر اللي هي معناها الوايت اللي هي اضعف سيرتيفيكا من ناحيه الافيشنسي في تحويل الطاقه، ونفس الكيس للاركتيك، واخر كونفيج من 6 ميجا بي سي مي بمواصفات اقل ومي قابليه التطوير فيها ممتازه باش نحصلوا الكاليبر بالاي 3 1200 اف. هنا علاش حكيت على امكانيه التطوير، عندكم امكانيه تطوير على المذر بورد هاش 610 الام اس 2 اتش من جيجا بايت، هذه تنجم تطور عليها معالجات كيما الاي 5 12400F وال 13400F اللي يجيب تكنولوجيا البيج ليتل كور، معالج ممتاز جدا في الجيمنج وفي الملتي تاسكينج من ناحيه الابجريد في المستقبل. ليسونسيال نرجع للكونفيج، معالج اي 3 12100F 4.8 مسارات، تيربول 4.3 جيجا هرتز، كارت اركتيك 1660 سوبر، و16 رام دوال شانل 3200 ميجا هرتز، مادر بورد اللي حكينا عليها، اس اس دي 500 جيجا ام في ام اي من جيجا بايت، و باور سبلاي 550 وات الام اس اي الماج 80 بلس برونز، وبواتي ايروكول، بواتي عاديه اكثر من عاديه جدا تجي فيها مروحه. باختصار الكات كونفيج هذم احسن واحده تقريبا قيمه مقابل سعر هي لولا اللي في سيت الاكسبرت جيمنج، فرق بسيط على الكونفيج اللي بعدها. من ناحيه الاداء في الالعاب عندكم ال 1660 سوبر اللي موجود في اول كونفيج اضعف فرق تقريبا 5 فريمات على ال 1660 تي اي اللي موجود في الكونفيج الثانيه والثالثه بتاعت نيزيانات وسكاي ميل، والار 5 5500 اقوى بفرق بسيط في الالعاب على الاي 5 10400 اف اللي موجود في الكونفيج الثانيه والثالثه، فرق يعادل ال 5 فريمات. انا بالنسبه للتروا كونفيج هذم تقريبا في الالعاب ادائهم متكافئ، بات ال 5500 احسن من الاي 5 10400 في الملتي تاسكينج بصفه عامه. باختصار عندنا معالج الاي 3 أقوى منهم الثلاثة في الجيمينج مع كارت 1660 سوبر تقريبا باش يعطيكم فرق بسيط على الثلاثة معالجات هذم، ما يبقى أقوى منهم. هنا إمكانية التطوير خير مي كبداية معالج أربع أنوية في الوقت الحالي اللي يعتبر الحد الأدنى، ومادام فما خيارات كيما السيسكور دوز ثريد في الكونفيج الأولى والثانية والثالثة نتصور خيارات ممتازة وخير من أنك تمشي الخيار أربعة كور ويت ثريد الآي 3.
باختصار الامر رجع لك. بالنسبه لادائهم في الالعاب، الكونفيج هذا قادرين يعطوك تجربه ممتازه على معظم الالعاب، سواء في الكومبيتيتيف جيم الاونلاين، كومبيتيتيف سيتنج معينه، معناها تعمل سيتنج حسب قوه الكونفيج ككل، تحصل هاي ريفرش ريت وتلعب وتحصل لعبة سموث. بالنسبة للألعاب الأوفلاين ولا ستوري جيم اللي فيه جرافيك قوي، نجم تطلع في السيتينج بتاع الجرافيك وتفكسي الـ FPS باش ما يفوتش 60، ولو أنه مش باش يفوت لك 60 بحكم الكارت مهوش قوي برشا، مي يعطيك تجربة محترمة على ميديوم هاي سيتينج. بين الميديوم والهاي سيتينج تنجم تحصل تجربة ممتازة على ألعاب كيما God of War، Assassin's Creed، أجزاء Assassin's Creed، الألعاب الحصرية المطلبة من ناحية الجرافيك، ألعاب بالمواصفات هذه. عندكم ألعاب كيما Code Warzone اللي هي مطلبة من ناحية الجرافيك، مطلبة من ناحية الهاردوير بحكم أونلاين، معنا مطلبة من ناحية بروسيسور وجي بي يو فرد وقت. Competitive Setting بالFSR، عندكم أكثر من وسيلة تنجم تحصلوا تجربة ممتازة على كارت كيما هيك. نمروا الأداء الكونفيج لولا اللي تعطيكم فكرة على شنو تنجم تحصلوا FPS على أغلب الألعاب. هذا كان هذا كان فيديو اليوم. Big thanks and peace.